فوز المرة ال 14 والثالثة على التوالي. لو معانا صوت الجماهير يا كريم يا ريت نعرضه ونقول الرسائل اللي طلعت من الجماهير النهارده. مش معانا، اوكي. الجماهير النهارده كانت بعقلها في مباراة الكرة الطائرة وبقلوبها في مباراة يوم السبت، وبتوجه رسالة كبيرة جدا للعيبة يوم السبت. عايزين لعيبة رجالة زي ما انتم معودينا دايما رجالة، واي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي هو راجل، دايما راجل حتى في اوحش الظروف وفي اوحش حالاته هو راجل، لان الكلام ده بيكون خارج عن ارادته تماما. المواقف دي ما بتحصلش كتير وهتكلم معاكم، لكن دي كانت اجزاء من مباراة الاهلي الأفريقية في الكرة الطائرة وتتويجه للمرة ال 14 زي ما قلت لحضراتكم المرة الثالثة على التوالي. ببارك للنجم الكبير محمد مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال. جمهور بيزين مدرجات كالعادة، جمهور زي ما حضراتكم شايفين، جمهور الأهلي واثق فيكم 6-0 سهلة عليكم. مفيش أروع من كده، مفيش أوفى من كده للجماهير الأهلوية، دايما عند حسن ظننا ودايما حمى النادي في المرة قبل الحلوة كمان. دي كانت أهم أحداث اليوم. الحدث الثاني أكيد طبعا فوز الأهلي على مصر المقصة 2-1، وأعتقد كانت مباراة صعبة جدا في شكلها. مباراة صعبة جدا نظرا للأحداث اللي كانت قبل المباراة، الهزيمة التقيلة قوي من سان داونز، وزعل الجماهير الأهلوية الكبير جدا، وزعلنا احنا شخصيا كلنا. اعتقد ان احنا ما نمناش الايام اللي فاتت من حزننا الشديد على النتيجة، بس فقط لا غير من حزننا الشديد على اللعيبة. انا عن نفسي ما احب اشوف لعيبة النادي الأهلي كده، دايما لعيبة النادي الأهلي رافعين راسنا ورافعين راسهم، ما احبش اشوفهم ان هم بيتغلبوا حتى 1-0. كنت بقلبي معاهم وكنت ضد اي حد ان هو يطلع في شاشه ويتكلم على النادي الاهلي او على النادي الاهلي بالشكل ده. واتكلم معاكم تحديدا في النقطه دي بعد ما اتكلم عن مباراه مصر المقصه. النادي الاهلي كسبها النهارده 2-1. مش عايزين نقارن مباراه مصر